السلام عليكم يا شباب. الثلاث أيام الماضية أخذنا ثلاث دروس، أخذنا simple present، أخذنا simple past، أخذنا simple future will. باقي علينا درس واحد اللي هو simple future be going to. قبل أن ننتقل لهذا الدرس الرابع، راح ناخذ مراجعة سريعة على هذه الثلاث دروس على أساس أنها مهمة جدا إنك تتعلمها تحفظها مثل اسمك، بحيث ان هذه معظم هذه الاربع الاشياء، هذه اربع دروس لابد ان تكتبها في غالبية الكلام، تكتبها او في غالبية تستخدم في الكلام. فنبدأ مثلا مراجعة سريعة على present simple. مثل ما ذكرنا ان ال present simple هو عبارة عن زمن يحدث في كل الاوقات، it happen all the time in the past, present and future. لحظة، تحدث قلنا in the past, present, future, and it happened all the time. هذا مهم، هذه ميزة انك لازم تعرفها. متى استخدم هذا الفعل؟ استخدم في كل هذا الأسماء. أيضا في هذا ال simple present نستخدم ال do وال does بالإضافة إلى ال is على الفعل. في حال استخدمنا مثلا it does مع she و he و it ما يحتاج تحط ال s على الفعل، لكن إذا he و she و it لازم تحط ال s إذا كان ما في الجملة does. أما with do تأخذ له ال I, they, we and you، بيكون الفعل مثل ما هو. لاحظوا كلمة swim، I swim every Sunday، they swim every Sunday. لو كنا نسوي العكس، he swims every Sunday. لاحظوا مثل هذا الحركة، على أساس إن هذا السنجلر اللي هي مفرد ضفنا ال S. المثال الثاني، هذا ملخص حق simple future، زي ما قلت لكم الزمن أو the time، وعندنا ال do وال does. هنا شوفوا ايش كتبنا هنا، مثلا he she و it، بعدين مثلا أعطانا اسم ولد بول وجين بنت مؤنث، لذلك هذا كله سواء كان اسم واحد أو مذكر أو مؤنث راح نستخدم does. على أساس ما تنخدع أحيانا يحط لك في الجملة أحمد أند علي، هنا لما يحط لك اسمين في الجملة معناته إحنا راح نستخدم دو على أساس إحنا هم مجموعة. لاحظوا يو ذي وي حد الحين، أو بالإضافة إلى الآي استخدم الدو. بعدين نشوف الجمع هنا your parents، your اللي هو والدينك، the kids، هنا لما نشوف الجمع خلاص راح نستخدم to تكمل الجملة زي ما هي. هنا راح تكون مثلا سألكو does he play football؟ yes he does، no he doesn't، نفس الحركة. وهذه استخدامات simple present، قلنا facts الحقائق، I live in Poland، وين مكان ما تعيش، habit and routine، شنو الروتين اللي انت قاعد تستخدمه مثلا يوميا في حياتك، هذا راح تستخدم simple present، ال feeling وال emotion مثلا they like pizza، I love you، I don't care. النوع الرابع general truth، حقائق عامة. كاتب لك Sunday comes after Saturday، يقول لك يوم الأحد دائما يجي بعد السبت، يعني حقائق لا يمكن تغييرها. إذا أرسل مرة أخرى، ميزتها نستخدم الـ do والـ does، الفعل مع الـ he والـ she والـ it نستخدم نضيف الـ s. الآن ننتقل إلى درس آخر، هذا راح نذكره وهذا راح نذكره smile. الآن ننتقل إلى
simple past. simple past تقريبا نفس ال simple present، لكن الفعل دي على حالتين، إما نضيف عليها ed في النهاية، يعني في simple present قلنا نضيف s، هنا نضيف ed، أو أن الفعل يكون يتغير التصريف حقه ونستخدم له، نسميها هذه أفعال irregular verb. هذا irregular verb لازم تحفظها حفظ، لا يمكن لما تعرف irregular verbs وتحفظها باقي الأفعال راح تكون لك سهلة، من راح تضيف عليها بس الـ ed. مثل ما كنا نستخدم الـ do والـ does، راح نستخدم بس الماضي حقهم وهي did، بالإضافة أن هذا الزمن الماضي يحدث فقط في الماضي، صار شيء وانتهى في الماضي خلاص. طبعا هي صيغة الجملة مثل ما هو يشبه simple present. نجي إلى simple future. simple future احنا راح نضيف بس كلمة will قبل الفعل، يعني ما بين الفاعل والفعل، يعني نقول أحمد له الفاعل subject، will له auxiliary verb فعل مساعد، هذا نسميه will play، هنا الفعل عندنا play verb، مثلا football الأوبجكت اللي هي مفعول به. احنا راح نعني subject will، بعدين الفعل الأساسي، بعدين المفعول به. متى يحدث؟ فقط في المستقبل، يعني simple future يحدث فقط في المستقبل خلاص، ما لا يمكن يبدأ منه قبل. أما الباست فقط في الباست، لو simple past احنا نشوف نتكلم بس عن نوع simple من الفعل، simple past، simple future، simple present. simple past يبدأ فقط في الماضي، simple present كل الأوقات، simple future هنا في المستقبل. الفعل الثاني الدرس الرابع أو الخامس اللي هو present continuous، اللي هو المضارع المستمر، في مثل ما البعض يعرفه، لو نستخدم ال is وال are وال am. هذا اللي يلخبط فيه الجميع، متى يستخدم ال is وال are وال am ومتى يضيف ال is. ال present continuous راح اشرح لكم بعدين في المستقبل ان شاء الله، بعد الدروس الجايه يوم يوم يومين، يحدث فقط هنا، فقط هنا present، فقط عند present بالضبط عند هذا العمود، بينما simple present في كل الأوقات. هذا الفرق، يعني بشكل مختصر present continuous حالة الفعل التي تحدث فقط الآن، يعني he is playing football right now، يعني هو قاعد جالس الآن يلعب فوتبول، عكس لما أقول he likes football هو يحب الكرة، لما يعني نقول هو يحب الكرة يعني يحبها الأمس واليوم وبكرة، بينما مثلا نقول future he will play football يعني هو راح يلعب كرة، هنا نقول he played football هو لعب، مثلا he played football yesterday هو لعب بالأمس. هذا تقريبا ثلاث دروس مهمة جدا جدا، إذا عرفتها أنت أنجزت مشوار جدا ممتاز في الكتابة وفي التحدث، لأن لو تبدأ مثلا بهذه الجمل السهلة هذه ساعدك أنك بعدين تبدأ يعني express yourself، يعني تتكلم عن نفسك أو تكتب بدون أي خوف، بس حاول أنك تحط أول شيء subject القاعدة، خلنا أكتب عليكم S there. مثل he
بليز فول. صعبة هذه، ثلاث حروف. أو هي ويل بلاي فوت بول. هي بلايد فوت بول لاست نايت. لاحظوا هذه اللي هي بين قوسين نسميها simple present وهذه اللي هي simple. خلينا نختصرها بس f simple future وهذه simple past. لاحظت الفرق؟ هذا باختصار السمبل. هذا اللي هم شوف، لاحظوا تقريبا متشابه تماما الفعل في كل الأزمنة حتى تركيب الجملة. هنا بليت إن عرفتهم شوف، يعني انجزت شيء كبير. فأنت الآن طالما الحين عرفت الثلاثة دروس، حاول تكتب على الأقل 5 لـ 7 جمل من كل نوع، يعني باستخدام مثلا إما تضيف أسماء أو تحط تستخدم الضمائر مثلا وهي هي شي it I they you we. ونقدر نستخدم مثلا أسماء مثلا سارة فاطمة علي أحمد مثلا ومثلا جن. وهكذا كيف انك تسهل على نفسك الشرح، تكتب جملة خمسة زي ما قلت لكم 5 أو 7 جمل، حاول تكتبها. انت اذا انجزتهم هذه يعني بتكون سهل عليك الدروس الثانية، لان هذا احنا نتكلم عن بس في 3 كلمات، بينما الدروس الثانية يعني نو بتكون جمل اكبر ومعقدة اكثر. وشكرا.